السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة نتكلم معاكم عن أنواع البلوغ عند الفتيات، إيه المراحل اللي بتمر بيها. تابعوا معايا الفيديو للآخر، ولكن عزيزي المشاهد لو أول مرة بتزور القناة فضلا منك وليس أمرا قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو إذا عجبك. زي ما احنا عارفين ان مرحلة البلوغ دي تعتبر مرحلة تغيير بيولوجي في الجسم ككل، وبتبتدي منها الواحد بينتقل من مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب. بتمر بخمس مراحل مهمين جدا، لازم كل ام تكون عارفة المراحل اللي بنتها بتمر بيها عشان تكون معاها خطوة في خطوة بالمرحلة دي تقدر تاخدها على بر الامان، خاصة ان احنا دايما بنخاف على الاطفال في السن ده. اول حاجه معانا هي المرحله اللي بتكون من 8 سنين ل 11 سنه، وهنا بيتم اول حاجه في الجسم هي نمو حجم المبايض، وبيبتدي الجسم بافراز هرمونات بتكون غير ملحوظه او غير مرئيه خارجيا، يعني التغيير بيكون داخلي دايما. تاني مرحله معانا وهي بتكون من 8 سنين ل 14 سنه، ومن هنا بتبتدي معانا علامات النضوج تظهر على الجسم زي نمو الثديين، نمو البراعم، منطقة الداكنة حول الثدي، طبعا كلنا عارفينها فين، ظهور الشعر ككل في الأماكن الحساسة، بيحصل زيادة في الطول، زيادة في الوزن، دي كمرحلة تانية. المرحلة التالتة معانا هي بتكون من عمر 10 سنين لخمستاشر سنة، وبيستمر في الخلال ده نمو الثديين كشكل طبيعي أو مظهر طبيعي للأنثى، ومن هنا بتبتدي الافرازات الخاصه بالنساء، اي بنوته بيحصل عندها النقطه دي، وبيبتدي الجسم او عوره المراه تاخد شكل مثلثي مع نزول طبعا الحيض الشهري. المرحله الرابعه ودي بتكون من سن 10 سنين ل 16 سنه، ومن هنا بيكون اكتمل كاملا الثديين. في ناس للاسف ما بيحصلش معاها اكتمال كامل لان دي بيكون النمو عندها متاخر شويه، بس دي بتبقى معتبر من الحالات النادره جدا. وبيبتدي هنا الوان الجسم بتتغير، بيبتدي عمليه التبويض كمان بتتغير، بتحصل بشكل منتظم، ودي ملهاش دعوه خالص بانه في بنات بيكون عندها الحيض الشهري منتظم او لا، دي بيكون انتظام عمليات التبويض عند بعض الاناث من عدمه لا، يعني لازم نكون برضو مفرقين من النقطة دي. خامس مرحلة وهي بتكون من سن 12 سنة ل 19 سنة، ودي بتكون آخر المرحلة، بتكون البنت جسمها كبروز خارجي بيكون اكتمل، الطول بيكون وقف، التبويض بيكون انتظم، يعني بتكون اتحولت جسديا وشكليا إلى أنثى. من المشاكل اللي هي بتكون في المرحلة دي، و مفروض ان انت في فترة بلوغ بنتك تكوني حريصة ان انت توفر لها بعض المشاكل توفر عكسها، يعني توفر دايما الحلول، وهي طبعا الضغط النفسي والجسدي، لان طبعا التغيرات الجسمية اللي بتحصل في الواحد بتحصل بتعمل طفرة كبيرة جدا في الجسد العضلي والعاطفي، فبيبتدي من هنا التحديات او بمثابة تحس ان انت بتسارع نفسك. في ناس هتمر عليها بسلام من غير اي اضطرابات نفسيه، وفي ناس للاسف هيكون عندها ضغط نفسي واعصابها مشدوده. المهم ان انت في المرحله دي تكوني حريصه جدا جدا ان انت تكوني مهيئه الجو المناسب لبنتك، يعني قدري المرحله اللي هي بتتغير فيها تغيير جذري. النصايح اللي انا اقدر اديها لكم النهارده ان هي خلي حالتك النفسية دايما كويسة، ابعدي تماما عن القلق لانه بيعمل على اضطرابات الهرمونات، وفي ناس للأسف بيكون عندها الحيض الشهري بالنسبة لبنات اللي هي لسه حادثة البلوغ مش منتظم، وده بيكون من الضغط النفسي والقلق والخوف. تجنبي طبعا اي مسكنات خاصة ايام الحيض الشهري، تجنبيها، افضلي دايما او التجئي دايما للاعشاب الطبيعيه والمسكنه والمهدئه زي اليانسون البابونج، بس انا دايما برشح البابونج كخطوه اساسيه في المسكنات. اتجاهلي تماما الخوف، اي حاجه تحسي بها دايما روحي قوليها للماما، ما تبقيش مكسوفه، ما تبقيش
خايفة من العادات، ما تبقيش خايفة من التقاليد، لا دايما شاركي مشاكلك مع والدتك او مع مامتك، ولو حسيتي ان في مشكلة بالغة وماما مش قادرة تحلها كلمي ماما تاخدك الى طبيب مختص، لان المرحلة دي كمان خلي بالك كأم انها بتبتدي تتغير المشاعر عند البنات، بتحب انها تهتم بنفسها اكتر، بتحب ان يكون لها كارير معين، بتحب انها تكون علاقات مع الاخرين، فخلي بالك كمان من المرحلة دي، بتحب انها في الفترة دي انها تقول كلمتها وان هي تستقل بذاتها، وانها يعني كأنثى من حقها انها تقول كل حاجة هي عايزها. دي تعتبر يعني اهم المراحل اللي هي بتمر بالفتيات دي، يمكن احنا كنساء او كفتيات بيكون ارحم بكتير من المراحل اللي بيمر بها الشباب، لان مرحلة البلوغ عند الشباب، ويمكن القناة هنا متجر النساء بس كمان ان شاء الله هنتطرق في ده في سلسلة كده صغيرة خاصة بالشباب الصغيرة او المراحل دي، بس السلسلة دي من نوعية بتكون المفيد فيها هي او اللي احنا بننشد فيها هي الام. كمان ان شاء الله تابعوا معايا، هتكلم معاكم في بعض الحاجات الأساسية في المراحل المراهقة للبنات، وكل أم عليها إنها تدرس الموضوع كويس، إنها تفهم إحنا بنقول إيه، تفهم المرحلة دي كويس. وإنتي كأنثى دايما اهتمي بشكلك، اهتمي بمظهرك، اهتمي بنظافتك الشخصية، عودي نفسك كده إن تكوني صريحة مع مامتك، عودي نفسك إن كل حاجة إنتي مش فاهماها تسألي فيها الأكبر منك، تخلي شوية جانبا عن الكسوف ما بينك وبين والدتك، بحيث ان انت تقدري تكوني ام مستقبلية كويسة جدا. اتكلمت عن الموضوع بفضفضة كبيرة جدا جدا، وان شاء الله انتظروا مني سلسلة كتير من النوعية دي من الفيديوهات. متابعينا الكرام، لو محتاجين حاجة معينة ان احنا نتكلم فيها اكتبوا لي ده في الكومنتات، وان شاء الله هنتكلم فيها بطريقة بسيطة وسلسة، بحبش ان انا اعقد الامور. لو محتاجين اي وصفة، اي اكلة، اي حلوة برضو اكتبوا ده، وانتظري مني ان هو مراحل النمو عند الناس مرحلة مرحلة بشرح وافي وكامل، وانتظروا مني بعض المواضيع الخاصة كمان بالاناث، وانتظروا مني الكثير والكثير والكثير. متابعين الكرام، اتمنى ان انا في الفيديو ده اكون افدتكم، واتمنى ان انتم فعلا تكونوا استفدتم منه. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.